مقاييس الإتقان والتميز في فرنسا تخطت حدود كل الصناعات لتصل إلى الصناعات التكنولوجية. هنا في العاصمة الفرنسية باريس قصدنا محلاً لبيع الأجهزة الفاخرة من الكمبيوترات والحواسب اللوحية التي راعت ذوق الطبقة الراقية الباحثة عن التميز. نحن في باريس معروفون بالتكنولوجيا ذات المواصفات القياسية والمميزة، فهي تكنولوجيا حقيقية وبلمسات جمالية. إنتاجنا ليس كمبيوترات فقط، بل كمبيوترات عالية الجودة لمجالات متخصصة، فنحن نتعامل مع المتخصصين في المجالات كافة لنقدم لهم أفضل الحواسيب والتصميمات. مجموعة الحواسيب المعروضة تفوق أسعارها أسعار غيرها من الحواسيب، وذلك بسبب التقنية العالية المصنعة بها، فضلاً عن اللمسات الجمالية كالذهب والماس وجلود التماسيح والنقوش اليدوية. نحن مميزون لأننا نمزج بين التكنولوجيا عالية المواصفات مع التصميمات الباريسية الفريدة، فكل قطعة موجودة مصممة من قبلنا في هذه المدينة. اخترنا افتتاح فرع لنا في دبي لأننا ندرك ما الذي يبحث عنه الزبون هناك من حيث التميز والتفرد، فهم يعرفون قيمة الأجهزة عالية المواصفات تقنيا وجماليا. مع هذه المجموعة من الحواسيب بات لأصحاب الأذواق الصعبة والمزاجات المتقلبة آمال في إرضاء شغفهم والحصول على أجهزة فريدة ومميزة، إن من ناحية الشكل الخارجي أو الأداء التقني المتقدم. لم يعد السباق بين الشركات اليوم هو تقديم أحدث التكنولوجيا، فهذه الصناعة فتحت باباً على صناعات أخرى هي تقديم أفخر الإكسسوارات الخاصة بكمبيوترك الشخصي أو اللوحي. أماني النوري، باريس.